الاستعداد احنا من بعد البطوله اللي فاتت، والكابتن ماري عامل بروجرام كويس للاستعدادات والتدريبات وماشيين عليه بمعدل كويس، طبعا بيزيد كل فتره، داخلين على طبعا المرحله الاصعب، فان شاء الله خير يعني. بكره اول ماتش وربنا يكرمنا ان شاء الله بكره. في اللائحه كان الدور دوت مش محدد ان يتلعب اول ماتشين في الملعب اللي هو الافضليه الاولاني، فاحنا بتفاوض مع استاذ محمد مع رؤساء الانديه مع الاتحاد المصري، فحاولوا يوصلوا لحل وسط النقطه ديت، بدل ما يبقى ماتشين هنا في اسكندريه وماتشين تانيين في القاهره وماتش فيصل، فقررنا نوصل لماتش هنا وماتش هنا وماتش هنا وماتش هنا، وده بالتفاوض ما بين جميع الانديه، وموضوع حاجه بسيطه يعني واتحلت، ما فيهاش ازمه يعني ولا حاجه. احنا طبعا بكره عندنا مباراه الزمالك، بدايه مشوار بقى المربع الذهبي بلاي اوف، كل مباراه ليها ثقلها واهميتها، فبنستعد للمباراه بتاعت بكره. فرقه الزمالك فرقه قويه، اخر لقاء لينا مع على ارضنا هنا احرجتنا بصراحه يعني، فطبعا يعني بنستعد للمباراه استعداد نفسي وكل حاجه بقى، مش عايز اقول يعني مباراه قويه قدام فرقه قويه، وبنتمنى توفيق وتركيز اللاعبين ان شاء الله يعني. احنا اكيد مستعدين بشكل كبير جدا سيمي فاينل دوري السوبر، اكيد احنا مقدرين حجم الجيم، وكمان عايزين نستفيد بقدر الامكان من الافضليه عندنا في اول مباراه هنا في ملعبنا في الشاطبي. ان شاء الله ربنا يكرمنا. استعداد فنيه كانت على اعلى مستوى النهارده، كان اخر تمرين للفريق، ان شاء الله نقدر نقدم مستوى الجمهور الاتحاد مستنيه مننا، ونقدر نحرز اول فوز في السيريس ان شاء الله باذن الله. كانت اول نافذه لتصفيات اسيا، كانت الفتره اللي فاتت كان عندنا مباراتين، مباراه ضد المنتخب السعودي ومباراه ضد المنتخب الايراني، يمكن المباراتين كانوا خارج ارضنا، ما حلفناش الحظ في المباراتين، ولكن النافذه الجايه ان شاء الله بتكون في شهر نوفمبر، بيكون على ارضنا المباراتين، نتمنى ان احنا نحرز الفوزين ونقدر نتاهل لبطوله اسيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نكون بكره على اتم الجهوزيه للمباراه الاولى في الفاينل فور مع الزمالك، لانه فريق الزمالك انا من رايي يعني ان هو فريق اتظلم شويه ان هو يبقى رابع، لانه الزمالك كان فرقه بتستاهل تكون في الصداره، لعيبه مستواها عالي، بس يمكن المشاكل حصلت معاهم في اول الدوري دي ادت انه شويه الاداء كان متراجع في بعض المباريات، فان شاء الله بكره لو مش هنبقى جاهزين ذهنيا وبدنيا ان شاء الله ان احنا نقدر نكسب الجيم، هيقابلنا صعوبه مع فريق الزمالك. دلوقتي بنلعب الفاينل فور، اتغير النظام المره دي، يعني نفس النظام بس اتغير طريقه الماتشات هتلعب فين. اول ماتش ان شاء الله هيبقى عندنا هنا في ارضنا بكره، ده طبعا ميزه بالنسبه لنا، ربنا يكرم ان شاء الله. طبعا مركزين زي ما قلت لحضرتك في الاول، دي اهم فتره في الدوري، خمس ماتشات، اللي يخلص ثلاثه الاول هو اللي يكسب ويوصل النهائي ان شاء الله. احنا مركزين طبعا وربنا يكرمنا، والبدايه من بكره يعني دي انا شايف ان هي يعني اكتر من 40% من السيريز بتبقى الماتش الاولاني هو اللي بيبين الملامح هتبقى ماشيه ازاي السيريز اللي هو السيمي فاينال اللي عم بينا وبين الزمالك ان شاء الله.